أري سور إيماج. ضيفنا اليوم في أري سور إيماج سعيدة جدا باستقباله محمد رغمة الصحفي الفلسطيني والمحلل السياسي، مرحبا بك. أهلا بك. إذا دائما ما تبقى القضية الفلسطينية موجودة في محاور المتابعة لمستجدات الساحة العالمية، كانت موجودة في الكرة في كأس العالم، موجودة حتى شفنا مؤخرا المشجع التونسي اللي نزل الميدان في نهاية المباراة تونس وفرنسا بالعلم. يعني دائما القضية الفلسطينية موجودة، وحتى على مستوى الأحداث المستجدات الأخيرة هناك معناها نتابع الأحداث، وهناك تصعيد من قبل جيش الاحتلال الصهيوني في بداية هذا الشهر. فما هي أسباب هذا التصعيد، وهل هي متعلقة بصعود هذه الحكومة لحكومة المتطرفة الأخيرة والتي سنتحدث عنها معك بأكثر تفاصيل؟ أهلا بكم. ما يجري في فلسطين منذ مطلع هذا العام كان هنالك مواجهات متصاعدة. هذه المواجهات ناجمة عن شعور جيل جديد من الفلسطينيين باليأس من العملية السياسية، باليأس من المفاوضات، باليأس من ممارسات الاحتلال التي تواصل الاستيطان على نحو لم يبقي فيه أرضا لإقامة دولة متصلة جغرافيا عليها في المستقبل. لذلك هذا الجيل يقف ليأخذ طريقه في النضال الوطني من أجل الأهداف الوطنية العليا. بعد الانتخابات الإسرائيلية حدث هنالك تصاعد في المواجهات، وأيضا الملاحظ أن الجيش جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بإطلاق النار بهدف القتل في حوادث احتجاجات شعبية سلمية. في الثلاث أيام الأخيرة، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، قتل الجيش الاحتلال 9 فلسطينيين، غالبيتهم في مواجهات تعتبر احتجاجات شعبية سلمية. اليوم الجمعة وزع فيديو لجندي احتلالي وهو يعدم شابا فلسطينيا وسط الشارع العام بعد أن حاول اعتقاله، وقام الشاب بمحاولة دفع الجندي. كان بإمكانه أن يطلق عليه النار على سبيل المثال على رجليه كي يعيق حركته، لكنه أطلق 3 أعيرة نارية بشكل مباشر على الجسد، ليست عيارا ناريا واحدا وإنما 3 أعيرة نارية متلاحقة من أجل قتله، من أجل التأكد من أنه قد قتل. فالهدف هو القتل. لذلك المتوقع أنه مع هذه الحكومة الجديدة أن يتصاعد التوتر وتتصاعد الاحتجاجات الفلسطينية ويتصاعد الطمع الإسرائيلي. هذه الحكومة برنامجها واضح، هو ضم الضفة الغربية، توسيع الاستيطان على نحو يؤدي إلى الضم، وأيضا تهويد المسجد الأقصى. قادة هذه الحكومة هم الناس الذين نراهم على الشاشات يوميا وهم يقتحمون المسجد الأقصى ويحاولون الصلاة فيه، ويدعون إلى تقاسم زماني ومكاني للمسجد وإعادة بناء الهيكل في أرض المسجد. لذلك التوقعات أن هذه الحكومة بالتأكيد ستصعد من إجراءاتها. يعني التوقعات حتى فيما يتعلق بتزايد هذا التصعيد يأتي على ضوء ترجيح تولي اليمين المتطرف ملف الأمن بالحكومة المقبلة التي كلف زعيم حزب الليكود نتنياهو بتشكيلها. يعني هذا ما يعزز هذه التوقعات بمزيد من الاعتقالات ويعني عمليات الاغتيالات كذلك. نعم صحيح، هذه الحكومة برنامجها يقوم على الضم، يقوم على قمع أي تحرك فلسطيني احتجاجي، يقوم على تهويد المقدسات وخصوصا المسجد الأقصى. واثنان من أهم قادة اليمين المتطرف الفاشي تولياه حقائب مسؤولة عن حياة الفلسطينيين. أحدهما وهو إيتمار بن غفير، تولى مسؤولية وزارة الأمن الداخلي التي جرى توسيعها خصيصا له وأطلق عليها اسم الأمن الوطني، الأمن القومي، وضمت إليها وحدة من
إذا نختم معك اللقاء بهذا السؤال، والذي جاء على خلفية مقال نشر في صحيفة واشنطن بوست. في هذا المقال حذر سفير الولايات المتحدة السابق لدى إسرائيل والمفاوض السابق لشؤون الشرق الأوسط في وزارة الخارجية الأمريكية، حذروا الإدارة الأمريكية من دعمها لحكومة نتنياهو على خلفية مشاركة اليمين المتطرف فيها. يعني هذا التحذير غريب نوعا ما، فما هي أسبابه؟ هل يخشى على الإدارة الأمريكية أنها ربما، خاصة في ظل هذه الحكومة التي تعرف كما ذكرنا بأنها ستميل أكثر إلى عمليات الاغتيالات والاعتقالات، هل تخشى على ربما الواجهة أو صورة الإدارة الأمريكية، أم هناك اعتبارات أخرى من هذا التحذير؟ واضح بأن الإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي غير راضين عن هذه الحكومة التي تضم قوى دينية محافظة وقوى سياسية صهيونية متطرفة تدعو إلى طرد الفلسطينيين وإلى إنهاء حل الدولتين، إنهاء الحل السياسي وتفكيك السلطة الفلسطينية والاستيطان وضم الضفة الغربية. هنالك عدم رضا. أولا، هنالك أوساط يهودية في إسرائيل قلقة جدا من هذه الحكومة لأنها تضم قوى اليمين المحافظ واليمين الديني المتطرف القومي الذي يدعو إلى تطبيق الحلخاء وهي الشريعة اليهودية. وهنالك زعيم المعارضة يائير لبيد قال بأن إسرائيل ماضية على طريق إيران من حيث سن التشريعات الدينية. ثانيا، هنالك قلق على غربي أيضا وأوساط علمانية إسرائيلية من هذه الحكومة أن تقوم بسيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية من أجل تبرئة ساحة رئيس الوزراء المتهم في ثلاث قضايا فساد كبرى، ومن أجل السماح لوزراء مثل زعيم حركة شاس أريا درعي المحكوم بالسجن المؤبد على خلفية الاختلاف، سمح له بتولي حقيبة وزارية. هنالك صراع داخلي في إسرائيل حول سيادة القانون وحول الحقوق وحول قتل السلطات. الولايات المتحدة غير راضية عن تولي هؤلاء المتطرفين وتوليهم مناصب وزارية تؤثر على طابع وصورة دولة إسرائيل، وأيضا تقتل حل الدولتين وتقضي على فرص التوصل إلى حل سياسي مستقبلي، وتواصل تقويض حل الدولتين على نحو لا يمكن معه التفاوض مستقبلا. لذلك هنالك عدم رضا، وربما تكون هذه فرصة للعالم كي يفهم حقيقة الاحتلال وحقيقة الإجراءات الإسرائيلية وحقيقة ما يعانيه الشعب الفلسطيني، وتحدث ضغوط. بدون ضغوط دولية وبدون عقوبات على إسرائيل بالتأكيد لن تتوقف عن مواصلة عمليات الانتهاكات اليومية المتمثلة في الاستيطان وفي الاعتقالات وفي عمليات القتل الميداني. شكرا لك أستاذ محمد دراغما الصحفي الفلسطيني على كل هذه التفاصيل. نحن وصلنا لنهاية برنامجنا، نتلقاه إن شاء الله الجمعة الجاية. أجمل تحيات عايشة المدب في الإخراج الرقمي، هشام بن عمارة في إخراج الحصة، كانت معكم عواد في المزوغي كوتي ميكرو، نتلقاه إن شاء الله الجمعة الجاية في لامن.